تاريخهم مرعوبين كده. معلش يا باشا، اصل دي بصراحه اول مره نتحط في موقف زي ده. يا باشا انا جبت لك الحاجه اللي معايا، يعني مديني الامان. ايه لازمته بقى جو الرعب والناس الكتير اللي حوالينا دول؟ فيلم عربي قديم قوي. فيلم عربي قديم. هما زمان كان عندهم سيديهات. يا باشا لو تأمر يبقى فيه سيديهات والمصحف يبقى فيه. لا كفايه سيديهات كده. شوفوا بقى الحته دي والسيديهات ما يسويش المبلغ اللي اتفقنا عليه. يعني ايه بقى؟ لا اصبري عليا يا مال. انا هديكوا 1,000,000 جنيه وده كويس قوي 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 قوي، ولو حد غيري مش هيديكوا ولا مليم. بس احنا يا باشا ما اتفقناش على كده. ما تزعلينيش ازعل كده. لا يا باشا ربنا ما يجيبش زعل. انا بقى هسمع حضرتك حاجه تسوى اكتر من كده بكتير قوي. ها؟ اسمع كده. شغل دماغك في ازاي نخلص من فؤاد. يعني تمام هنخلص منه. ايوه هنخلص. واو. وباباك ومامتك جايين امتى؟ والله يا رشيد بينا كلمتهم، بس حضرتك اكيد عارف يعني ظروف الاجازات في الخليج بتبقى صعبه شويه. حضرتك اكيد عارف شغلهم. طب مستعجل ليه؟ ما تستنى لما يجوا عشان نتكلم كلنا مع بعض. مش شايف ان موضوع زي ده ما ينفعش يتم الا اذا كانوا موجودين؟ يا رشيد بينا مش صغير، واكيد هم عارفين ان انا مع حضرتك دلوقتي، ولو حضرتك مش واثق فيا او اي حاجه ممكن حضرتك تكلمه. بس يعني انا عارف في الاصول شويه يعني، فمتهيألي انه لازم علاقتي انا وزينة تبقى رسمي. اكيد يا ابني هو واثق فيك، بس دي الاصول وما تزعلش منها. طبعا يا طنط انا عارف ان هي دي الاصول، بس برضو مش الاصول يعني ان تبقى علاقتي انا وزينة مش رسمي كده. خلاص يا ابني. ماشي بقى يا رشيد، احنا نعمل الخطوبه بتاعت البنت وبعد كده لما يجي مامته وبابا نبقى نقابلهم تاني. هما يروحوا مننا فين؟ ايوه يا ماما، بس ده بس ايه، خلينا نفرح بالبنتين. وبعدين انا عندي فكره حلوه قوي. اللي هي ايه بقى؟ ايه رايك نعمل الخطوبه بتاعت البنتين في يوم واحد او نجمعهم مع بعض؟ بدل ما هم عكس بعض في كل حاجه خلي الناس تصدق ان هم توأم. فكره تحفه يا طنط. مش كده؟ فكره تحفه بجد، انا عمري ما سمعت فكره في حياتي بالشكل ده. يعني فكره لا حلوه قوي وشكلي احبك قوي بجد. لا لا لا. اهدي بس كده، الناس تقول ايه لما تلاقي النعمه بانت علينا فجاه. بقولك ايه يا بت، ما حدش ليه عندنا حاجه. لا طبعا ليهم، انت ناسيه اللي حصل لسمير؟ احنا كلنا لسه متراقبين، وبعدين ايمان خلاص بقت شغاله مرشده. بقولك ايه، انت عايزاني احط الفلوس وافضل اندب جنبها سنه؟ لا يا اختي مش هعمل كده. لا انا هخبي فلوسي وانت تخبي فلوسك لحد ما الامور تهدى كده، وبعدين ساعتها نصرف ونعيش. انزلي ولا ضيعي.